بالانتقال إلى الجنوب إلى خان يونس تحديدا مع مراسل الجزيرة هشام زقوت وصورة الوضع المستجد هناك. هشام. حسن، الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين وخلال الدقائق القليلة الماضية كانت يركز استهدافاته على المناطق الغربية لمدينة خان يونس. هذه المناطق من المعروف أنها مناطق هي الأكثر اكتظاظا في محافظات قطاع غزة كافة، وربما هي الأكثر اكتظاظا في العالم، فجميع النازحين يتمركزون في هذه المناطق والمسمى المواصي. هذه المناطق بات الجيش الإسرائيلي يركز استهدافته عليها. قصفت قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدد من الصواريخ خيام النازحين في تلك المنطقة، نقل إلى مستشفى ناصر هنا وإلى مستشفى الكويت التخصصي أيضا في منطقة غرب مدينة خان يونس، شهيد طفل وعدد كبير من الجرحى والمصابين الذين وصلوا عدد منهم بحسب المصادر الطبية إصاباتهم خطيرة. تالي الجيش الإسرائيلي وخلال ساعات الصباح أيضا قصف هذه المنطقة أيضا، وتكررت هذا القصف سواء من قبل المروحيات الإسرائيلية أو من قبل طائرات حربية إسرائيلية. القصف الإسرائيلي يشتد شيئا فشيئا في هذه المناطق. في دير البلح كذلك كان هناك غارات إسرائيلية على مناطق مكتظة بالنازحين. أيضا القصف الإسرائيلي ما زال مستمر ومتواصل في مناطق في مخيم النصيرات، خاصة المناطق الشمالية في مخيم النصيرات ما زالت تتعرض إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصف كذلك من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة عند محور نتسريم. وهذه المناطق المحاذية لمحور نتسريم القصف الإسرائيلي لا يتوقف فيها ولا دقيقة واحدة. عملية إطلاق نار من قبل المدفعية والآليات المتمركزة في هذا المحور المركزي والأساسي في قطاع غزة، وكذلك عمليات قصف من المدفعية، عمليات قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وجل هذه الغارات والاستهدافات تستهدف المنازل المتبقية في تلك المنطقة. عدد قليل من هذه المنازل ما زال قائما بفعل استمرار القصف، وبفعل أيضا نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يوم وآخر وأسبوع وآخر لهذه المنازل المتبقية في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات. القصف الإسرائيلي يمتد إلى رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث ما زالت هذه المدينة تجتاحها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وما زالت طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني ممنوعة من الدخول إلى هذه المدينة. هي تحاول في كل صباح تمشيط بعض المناطق وخاصة في الأطراف، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على كل من يحاول الدخول إلى هذه المدينة. عدد كبير من الشهداء ما زالوا في الشوارع، ولم تستطع طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني انتشالهم وإجلاءهم إلى المستشفيات. شكرا لك هشام زقوت مراسل الجزيرة من خان يونس.